السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة دايما يا رب. فيديو النهاردة ان شاء الله فيديو عظيم جدا، وهذا الفيديو بإذن الله موجه لكل فتاة تأخرت في الزواج، ولكل فتاة بتواجه مشكلة في تأخر الزواج. وطبعا في البداية محتاج اقول لكم ان تأخر الزواج يعني يعتبر مشكلة عامة، ومن اكثر المشاكل اللي بتواجه الفتيات خاصة الملتزمات. ساعات يا جماعة بنلاقي الفتاة جميلة ومحترمة ومهذبة، ولكن ما بتلاقيش الشخص المناسب، وده مش بسبب عيب فيها هي، هو بيبقى بسبب يعني بنسبة 90% ممكن يبقى تعطيل عندها تابع تعطيل الزواج، وممكن يبقى عندها نحوسات في حياتها او طاقة سلبية هي اللي بتأثر على الامر ده. بس في البداية محتاج اقول لكم حاجة عشان بس الناس تبقى فاهمة، الزواج في الاول وفي الاخر نصيب، وربنا بيكون كاتب كل حاجة، بس احنا بناخد بالاسباب. يعني الدعاء بيغير القدر، ممكن يبقى شخص مكتوب له هيموت وهو في الشباب في سن الشباب، بس من كتر الخير اللي بيعمله ربنا يمد في عمره، ربنا ممكن يغير القدر. خلي بالكم من دي، القدر في قدر ومكتوب مكتوب، لكن ربنا يقدر يقلب الاحوال. كما اتذكر قول قاله شاعر يعني اسمه ابو الاسود الدؤلي: ان العباد وشانهم وامورهم بيد الاله يقلب الاحوال. يعني كل الحاجات اللي موجودة في الدنيا دي بيد الله عز وجل بيقلب الأحوال في ثانية. فبالتالي الفايدة بتاعت النهاردة اللي هقولها فايدة عظيمة جدا لتعجيل الزواج خلال 3 أيام. يعني الفايدة دي انت هتعملها لمدة 3 أيام، وبإذن الله بعدها مباشرة هتلاقي بشارة يعني خيرة جدا، وهتلاقي بشارة عظيمة جدا في تعجيل الزواج، وهتلاقي جالك الشخص المناسب إن شاء الله. طبعا هبدأ بإذن الله في ذكر الفايدة وشرح الطريقة، بس قبل ما أبدأ في ذكر التفاصيل أتمنى لو أنت جديد في القناة تشارك في القناة، ولو أنت معايا قديم في القناة تضغط على زر اللايك وتدعي لي دعوة حلوة بالتوفيق، ونبدأ بإذن الله عز وجل في ذكر التفاصيل والفايدة. طبعا الفايدة اللي هتكلم عليها النهاردة إن شاء الله هتعمليها بعد صلاة العشاء مباشرة لمدة 3 أيام، يعني النهاردة تعمليها بعد صلاة العشاء، بكرة بعد صلاة العشاء، بعده بعد صلاة العشاء، ولا يشترط فيها يوم معين، يعني ممكن تعمليها في أي يوم، بس شرط الاساس زي ما قلت لك ان انت تعمليها بعد صلاه العشاء. ولازم الفتاه اللي عايزه تعجل في الزواج هي اللي تعملها، يعني ما ينفعش حد يعملها لحد، ما ينفعش مثلا والدتها مثلا تقول انا بنتي مثلا عايزاها تتجوز فاعمل لها الفايده دي، لا، لازم هي اللي تعمل الفايده لنفسها. فهتجلس ان شاء الله وتتوجه للقبله، ولازم تبقى طاهره الثياب والبدن، يعني ما يبقاش عندك عذر شرعي، فهتجلسي وتبقي متوجهه للقبله، واول حاجه ان شاء الله هتعمليها هتقومين بقراءه سوره القوصر مرتين. سوره القوصر مرتين. بعد ما تقرأي سورة القوصر مرتين تقولين هذا الاسم العظيم 1100 مرة. طبعا العدد ممكن يبقى كبير، بس ده اسم، يعني الاسم هو يا رزاق، تقول يا رزاق 1100 مرة لو معاك سبحة. طب في ناس قالت لو قلت 1099 عادي يجوز، يعني العدد هنا اجتهادي مش الزامي، فاهمني؟ بس الافضل 1100 مرة، يا رزاق 1100 مرة، وانت بتقولي يا رزاق 1100 مرة لازم يبقى نيتك، لان انما الاعمال بالنيات، لازم يبقى نيتك ان ربنا يرزقك بزوج صالح، تمام؟ يبقى اذا سوره القوصر مرتين، يا رزاق 1100 مره. بعد ذلك هنيجي لثالث واخر خطوه في الفايده ان شاء الله، وهي ان انت هتقولين سوره الواقعه مره واحده. والثلاث خطوات اللي هتعمليهم دول، لان انت هتعملهم لمده 3 ايام، يعني عملت النهارده اليوم الاول، تعملي بكره اليوم الثاني، بعده اليوم الثالث. الثلاث خطوات اللي انت هتعملهم دول لازم تبقي عاملاهم بنيه الزواج، يعني لازم وانت بتعملي الفايده يبقى نيتك يا رب انا داخل اعمل الفايده والتجئ لك واذكر الله عز وجل عشان يا رب تمن عليا وترزقني بزوج صالح، يعني لازم تبقي عاقده النيه، لازم النيه هنا ضروريه جدا. فبس كده، وطبعا كل تفاصيل الفايده مكتوبه في صندوق الوصف. وبكده يكون الفيديو خلص، اسال الله ان يوفقكم يا رب ويحقق لكم كل ما تتمنوا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.